مع الكم الهائل من البيانات التي ينتجها البشر والآلات والمصادر الأخرى في كل يوم، يزداد حجم البيانات وتزداد الرغبة في دراسة هذه البيانات وتحليلها لاستخراج وإنتاج معلومات منها، ولهذا نحتاج إلى تطوير معرفتنا بهذه البيانات. تستخدم بعض المتاجر بيانات الطقس في تحديد مقدار المبيعات اليومية. قد تستغرب، فما علاقة الطقس بالمبيعات؟ هناك بعض الإحصائيات تشير إلى أنه إذا كان الطقس جيد ودرجة الحرارة مناسبة فإن المبيعات تكون مرتفعة، والعكس إذا كان الطقس سيء. مثلا يمكن جمع معلومات الطقس في السعودية لتحديد كمية توفير المنتجات في مدينة أبها في يوم محدد أو تقدير المبيعات لهذه المدينة. جمع البيانات وتحليلها واتخاذ القرار، تعرف هذه العملية بعلم البيانات، وهو علم يختص بجمع البيانات المختلفة وتحليلها ودراستها وإيجاد الأنماط المتشابهة لإنتاج مصدر معلومات مفيدة في مجال محدد والمساعدة في صنع القرار وتحسين الرؤية المستقبلية. هذا ما يساعدنا في حل المشاكل أو اتخاذ الرأي أو التنبؤ بمعلومات قد تحدث مستقبلا، مما يساعد في زيادة كفاءة الشركات والأعمال التجارية وغيرها. وعادة ما يكون العمل في فريق لأنه يتطلب عدة مهارات وعلوم يجب الإلمام بها، من أبرزها علوم الحاسب، الرياضيات والإحصاء، الخبرة والمهارات العملية، إدارة البيانات وتمثيلها، وكل مجال يتطلب مهارات خاصة به، وهذا ما يجعل علم البيانات يتطلب علوم ومهارات من مجالات مختلفة ويمكن تطبيقه في مختلف النطاقات من حولنا.